معركة أخرى بالغة الخصوصية وليست بعيدة عما نتحدث عنه، ألا وهي معركة التنمية في سيناء. وقفتنا الحوارية القادمة مع حضراتكم، كونوا معنا. نظرا لأهميتها الاستراتيجية، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية سيناء على رأس أولوياته، حيث كلف الرئيس بضرورة سرعة تعمير سيناء، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية تبذل الدولة جهودا حثيثة ومتواصلة من خلال الوزارات والهيئات المختلفة في معركة تنمية وتعمير سيناء في ظل متابعة رئاسية مستمرة. في السياق ذاته تعمل الدولة على خلق تجمعات زراعية في قلب سيناء، حيث تقدر خطة التنمية الزراعية في جنوب سيناء بزراعة أكثر من 50,000 فدانة ابتداء من الضفة الشرقية للقناة وحتى طابة. وبالفعل تم تنفيذ كافة أعمال البنية الأساسية والتحتية لتلك الأراضي من آبار وشبكات صرف ورية، وجزء كبير منها بدأ في دخول الخدمة وإنتاج المحاصيل، كما تم إنشاء المئات من الصوب الزراعية وتوزيعها على بدو سيناء. ولشمال سيناء نصيب الأسد في هذه الخطة، حيث تقدر خطة التنمية الزراعية في شمال سيناء بزراعة نحو 400,000 فدانة ابتداء من الضفة الشرقية للقناة وحتى رفح. بالإضافة إلى ذلك تم إنشاء المزارع السمكية على مساحة تقترب من 16,000 فدانة بالمشروع القومي بقناة السويس. كما تم إحلال وتجديد محطة تحلية وسط سيناء وشبكة مياه العريشة ومحطة تحلية مياه العريشة، وبدء تنفيذ مشروع لإمداد مدينة رفح الجديدة بالمياه ومحطة تحلية الشيخ زويد، بالإضافة إلى إنشاء صحارات سرابيوم والمحسمة لخدمة التنمية الزراعية. بالتأكيد دور مذكور ومشكور للقوات المسلحة في تحقيق الأمن والاستقرار في سيناء، وكذلك دور للمشروعات التنموية العملاقة في تحقيق التنمية والبناء المنشودين في سيناء، الكفيلين بالتأكيد في إطار منظومي بأن هم يضربون في مقتل أي إرهاب يعطل المسيرة بأي شكل من الأشكال. إذا نحن إزاء معركة من نوع خاص وهي معركة التنمية في سيناء الحبيبة، هذه البقعة الغالية من الوطن. ومعنا المزيد من المتابعة في هذا اللقاء الدكتور شريف فياض، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء. أهلا بحضرتك. أهلا بك فندم، سعداء بوجودك معنا. جهود الدولة للتنمية في سيناء لو نظرنا إليها على مدار السنوات الماضية ومن خلال المستهدف في الفترة القريبة القادمة، حضرتك تقول. أولا سيناء هي بوابة مصر الشرقية، لكي تكون هناك تنمية تعاني سيناء أولا من مخطط يعني خطر جدا، وهي خطر الإرهاب، أو كانت تعاني منه وما زال حتى الآن قائما إلى بشكل أو بآخر. فبالتالي لكي يوقف الإرهاب ويقف الإرهاب ويكتز الإرهاب من جذوره لابد من التنمية، والتنمية لن تتحقق إلا من خلال يعني من الهدف الاستراتيجي هو التوطين، أن زي تنقل الناس من هذا الوادي الضيق إلى سيناء. الناس مش تنقله إلا من خلال مشروعات تنموية حقيقية، اقتصاد إنتاج حقيقي، والزراعة والصناعة والصناعات الغذائية هي جزء من هذا، أو هي أساس الاقتصاد الإنتاج الحقيقي. بهذا الأمر حقيقة مصر توجهت في الفترة الأخيرة، فعلا في السنوات الأخيرة، إلى التنمية في سيناء بشكل كبير جدا. كما ذكر هناك حوالي 400,000 فدان يزرع في شمال سيناء، وليس هذا فقط الذي يتم استصلاحه، يعني 400,000 حوالي، هناك ما يقرب من 186,000 فدان استصلح، وجاري استصلاحه على 270,000 فدان، وهيتم في يوليو 21 مثل هذه الموضوعات. مشكلة التنمية في سيناء وهي المياه، وبالذات إذا نظرنا إلى التنمية الزراعية، وكان محور الزراعة هو أساس التنمية في سيناء، صحيح. فهنجد أن المياه هي محور يعني أحد المحددات الرئيسية في هذا الأمر. احنا بنعتمد في سيناء او الدوله تعتمد في سيناء على مصدر فيه مياه جوفيه، وهذا ولكن ممكن ما يبقاش كافي، او تكلفه استخراجه، ولو كانت المياه نفسها فيها نسبة عاليه من الملوحه، تكلفه تحليته وهكذا، فده ممكن يكلف اكتر. وبالتالي هناك ما يسمى بمحطات الخلط. انت عندك ثلاث سلام، عندك محطه خلط في مصر في بحر البقر،
افتكر التكلفه قدرها حوالي 20 مليار او 18 مليار جنيه في حدود هذا الامر. فبالتالي انت واخده الميه من مصارف ممكن تضر البيئه وتضر الارض، عاملين عمليه خلط بنسبه 1:1 او 1:3 اكور طبقا لمصدر هذه الميه الاساسيه. هذه المحطه اظن بترفع ما يقدر بحوالي 5.6 مليون متر مكعب من المياه يوميا، ومثل هذه الكميه من المياه كافيه لعمليات الزراعه. طبعا موضوعات الزراعه هنا ان احنا بالهدف المستهدف ان انت مش بس تعملي زراعه، انت عاوز تعملي توطين، مجتمعات عمرانيه متكامله، فعاوز تعملي توطين. فالتوطين الزراعه ممكن ما تكونش كافيه لعمليات التوطين، ولكن فالصناعه والصناعات الغذائيه القائمه على الزراعه اولا بتحمي الزراعه او بتحمي المنتج الزراعي من ان هو يلاقي مصدر لتسويق هذه منتجاته. واحد. اتنين، بتوفر فرص عمل، وفرص عمل مش موسميه زي قطاع الزراعه، ما بيوفر فرص عمل دائمه، فده بيدي نوع من انواع الاستقرار الاجتماعي بشكل او باخر. بتوفر فرص عمل حقيقيه، وبالتالي بتحل مشكله ضخمه جدا هي مشكله الايه؟ البطاله. ايوه. ومثل هذه المشاكل المشكله الاساسيه بنعاني منها المجتمع المصري. فاذا مخطط التنميه في سيناء هو مخطط متكامل، زراعه، صناعه، مش بس، وبالتالي بتوفر فرص عمل وتعمل توطين والكلام ده كله. فمش بس كده، في كمان حوالي افتكر اظن في حوالي 19000 فدان او 20000 فدان في سيناء تجمعات المجتمع او بيسموها التجمعات الزراعيه، ودي عباره عن بقى اسكان. دول بيعتبروا على كبار المستثمرين، وبتعتمد على شركات اجنبيه اللي هو اف دي اي او فورين دايركت انفستمنت او الاستثمارات الاجنبيه المباشره. طب ماذا عن الشباب الخريجين او فوق المزارعين اللي هم ممكن عندهم خبره في عمليه الزراعه، فبيتعمل لهم بشكل اشكال التجمعات الزراعيه حوالي على مساحه 20 فدان. هذه التجمعات الزراعيه مساله التاهيل منها يعني بناء الانسان المصري، يعني احنا بنتكلم بقى عن بناء المزارع المصري في وقت التحدي الزراعي واضح بشكل كبير جدا، خاصة في التعامل مع سيناء وفي إطار المشروع القومي لتنمية شمال ووسط سيناء. مسألة تأهيل المزارع أو يعني شركات الاستثمار هي عندها الإمكانيات المادية والإمكانيات المادية اللي تقدر إن هي تجيب خلي بالك حضرتك إن التأهيل، إن زراعة سيناء وزراعات الأراضي الصحراوية ما بتعتمدش أساسا على عنصر العمل البشري، بتعتمد على الرأس المالي، التكنولوجي، تكنولوجيا حديثة، تطوير الري، الري عندهم ري بالتبقيط أو ري بالرش طبقا للقانون المصري، ممنوع استخدام الري بالغمر خالص، فمثل دي تكنولوجيات حديثة. المشكلة بتيجي هنا بقى في المزارعين اللي بيجوا من الوادي ويزرعوا في سيناء. أما يجوا هم يخشوا سيناء، هم مؤهلين إن هم مزارعين بشكل أساسي، سواء بالذات في الوادي عندهم خبرة، ودي لسه حكايه بقى ان هو ان ازاي تكون المجتمع عندهم الخبره، بس الخبرة. ما عندهمش مواكبه التقدم. ما هو هي بقى دي النقطه ان التجمعات الزراعيه، ان التجمعات الزراعيه ان انا بجيب التجمع الزراعي واديله الامكانيات الماديه اللي تستطيع ان انا بوفر له بير، بعمل له تركيب محصول ريكومندد يعني موصي بيه، اللي هو ما يقدرش ان هو 200 فدان لكل بير بيخدم حوالي 200 250 فدان. تمام. وفي نفس الوقت هو عنده مشكله بقى في ايه؟ في توفير مستندات الانتاج. فبيعمل حاجه ما يسمى بالتجمع بالمراكز، مراكز الارشاديه. انها توفر له مستلزم الانتاج، توفر له الخبره اللازمه، وتوفر له المعلومات اللازمه لعمليه الزراعه، وفي نفس الوقت تاخد المنتج ده وتعمل عمليه تسويق. نقطه مهمه جدا ان كان كل واحد بياخد 20 او 20 فدان، لكن هنا الملكيه بتبقى على ايه؟ على المشاع. عشان مش كل واحد يزرع على مزاجه. أيوة. لكن في ريكومندد كروبينج باتر او تركيب محصولي موصى بيه، هو ده اللي بنقول هنزرع هذا التركيب المحصولي. النقطه ديت متواجبه مع استراتيجيه الزراعه المصريه. هو مش الحاكم برضه دكتور مدى جوده وصلاحيه الاراضي في سيناء اللي بتاكد ليها طبيعه طبعاً خاصه للزراعه؟ طبعا، بس زراعه اراضي سيناء واراضي الصحراء بشكل عام اراضي بكر، أراضي نظيفة لم تلوث كما لوثت أراضي الوادي والدلتا بالمبيدات وبالأوفر يوزنج بتاع الأسمدة الكيماوية والكلام، يعني أراضي الصحراوية أراضي نظيفة أساسها هي نظيفة، بالتالي جودة المنتج ما عنديش فساد أو أراضي ملوثة، والمية نفسها كمان يا إما أراضي جوفية
بتبقى ونسبه الملوحه بتبقى مناسبه لحسب تخيل إيه محصول. مفهوم ملوثه ايه؟ ملوثه بمعنى ان نتيجه استخدام المبيدات والكيماويات اللي اسمها كيماويه في الارض بنسبه كبيره جدا او الصرف الصناعي او الصحي في الاراضي الزراعيه فحصل ان المعادن الثقيله والمعادن الضاره بالانسان تركزت في التربه. ايه ده يخليني بقى اسال حضرتك ايه المحاصيل اللي فيها قدر كبير من المناسبيه ان هي تكون الاكثر صلاحية او الاوفر حظا ان هي تزرع في شمال ووسط سيناء على سبيل المثال؟ زيتون. الزيتون هو اكثر المحاصيل مناسبة، وهذه هي توجه انك انت بتعملي مزارع زيتون وتعملي عصائر زيتون، سواء زيتون زيت، لان الزيتون انواع، في زيت زيتون زيت وزيتون مائدة، فانت حتى لو عملت زيتون الزيت فانت بتعملي عصار. خلي بالك نقطة مهمة جدا في سيناء، في التنمية في سيناء، ان انت بتعملي تأهيل لوادي ميناء العريش فيقدر ان هو يعمل لك عملية تصدير. والطرق ان التربوطي بين سيناء وبين الدولة الام دول الوادي والدلتا في سيناء من خلال الانفاق، الاربع انفاق اتعملت وعملية شبكة الطرق الموجودة في سيناء. كل هذا بهدف التنمية. التنمية لن تتأتى الا من خلال الامن، والامن لن يتأتى الا من خلال التربوطي. جميل جدا، اسمح لي اختتم مع حضرتك بمفهوم الامن، لان الامن مع الزراعة لا يقتصر عند المفهوم المتعارف عليه للامن اللي هو أمن الدولة اللي المشروعات المفروض تكون مادية قدما فيها في هذا المجال. الأمن الغذائي أيضا في وقت هو مش هقول مفقود لكن فعلا بيواجه تحديات كبيرة جدا. إيه الطريقة المثلى للتعاطي مع أراضي زي أراضي سيناء؟ يعني في مثلا بيشوفوا أن الأوفر حظا هو التوسع الأفقي وأن هو الحل الأمثل لزيادة الرقعة الزراعية أو زيادة الإنتاج الزراعي بشكل عام. الأمن الغذائي له مفهوم، له أربع محاور: محور الإتاحة والاستدامة. احنا هنتكلم في الزراعة على محور الإتاحة، ان انت توفري نسبة مرتفعة من المحاصيل اللي عندك شورتج فيها. أيوة. مثل المحاصيل بالذات محاصيل الحبوب، والمش بس كده، والمحاصيل اللي عندك قدرة تصديرية عالية في الأسواق الخارجية. فمن هنا ان انت تقدري تصدري، خاصة ان انت عندك قدرة تنافسية مرتفعة في الأسواق الخارجية لمحاصيل الفاكهة ومحاصيل الخضروات. وعندك شورتج كبير في موضوع الزيوت. فبالتالي زيت الزيتون يقدر يسد الفجوه الزيتيه. انت عندك فجوه زيتيه في مصر دلوقتي حوالي 12-13%، ودي فجوه كبيره، يعني انت بتوفري 12-13%. فبالتالي فجوه زيتيه، ولكن زيت الزيتون ليست زيت طهي ولكنه زيت مائده، وهناك فرق بين زيت الطهي اللي يتحمل درجه حراره مرتفعه وزيت المائده. في نفس الوقت الخضروات والفاكهه اللي موجوده في سيناء اللي اول موصب انها تتزرع في سيناء دي يمكن ان هي تقوم بعمليه التصدير، فبالتالي بتساهمي اكتر في سد الفجوه، في سد الميزان التجاري الزراعي. الحقيقه تعزيز مكانه مصر كبلد زراعي الحديث يطول عنها. اكيد. سواء في اراضي مصر بشكل عام او في سيناء بكل ما تحمله من خصوصيه. وقعد حضرتك بلقاء اخر نتكلم فيه عن المزيد من المحاور وثيقه الصله بهذا الموضوع. شكرا. لكن في النهايه بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذا اللقاء وتشريفك لنا الدكتور شريف فياض استاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بطوليس الصحراء، شرفتنا. تحيه. شكرا. تحية لكم مشاهدينا الكرام، وده كان تتويج للقائنا معكم النهاردة في من القاهرة، لكن بالتأكيد فقرتنا المتنوعة على نيل الأخبار تتواصل معكم بعد قليل بصحبة زميل أيمن السيد، لقاء مع صحافة الغد وأبرز مع عكاسته وصاحبة الجلالة من عناوين وموضوعات. كونوا معنا إلى اللقاء.